عقد شيوخ ووجهاء عشيرة الجنابيين في العراق مؤتمرا لدعم التظاهرات والحفاظ على سلميتها. واستقبل ممثل الشيخ العام الحاج كامل طه مدب في مضيف الوحدة الوطنية لعشيرة الجنابيين، استقبل قائد شرطة بابل والأجهزة الأمنية ووجهاء ومثقفين من أبناء العشيرة، وذلك لدراسة سلمية التظاهر والحفاظ عليها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للحيلولة دون دخول المندسين. اعتاد مضيف عشيرة الجنابيين مضيف الوحدة الوطنية على عقد لقاءات على مستوى العشائري أو المستوى الحكومي لتدارس بعض الأمور. حقيقة الجمع الخير اليوم اللي اجتمع فيه مضيف الوحدة الوطنية من كل عشيرة الجنابيين محافظة بابل وأطرافها. الرسالة اللي توصلنا إلها أنه إحنا الجنابيين من العشائر اللي تسند أو تساند القوات الحكومية والأمن الداخلي، إحنا كذلك نساند الإخوان المتظاهرين اللي يطالبون بحقوق المشروعة. المتظاهرين حق دستوري كفل الدستور. خلاصة الموضوع أنه يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين العشائر والأجهزة الأمنية حفاظا على محافظتنا وعلى أمنية التظاهرات أيضا، وجميع انطوا وعود وعهود انه يجب ان تكون هناك تظاهرات سلميه دون الاحتكاك في مع الاجهزه الامنيه والحفاظ على ممتلكات الدوله والممتلكات الخاصه للمواطنين. احنا كقوات امنيه انطينا عهد لكل اهلنا وشيوخنا اللي موجودين في المحافظه انه يجب ان تكون هناك درجه من الامنيه في التظاهرات، وان تكون هناك متابعة من قبلنا شخصيا للحفاظ على سلمية التظاهرات. الأمن اليوم هو ضروري للبلد، البلد محتاج الأمان، وبالأمان نقدر نعمر ونقدر نسوي الخدمات، وإن شاء الله إن شاء الله بالأمان هو الوسيلة الوحيدة اللي نوصل بها ونحقق أهدافنا، أهداف أبنائنا في هذا البلد العراق الحبيب. وإن شاء الله إحنا في خدمة هذا البلد ومتعاونين يد مع يد مع الأخوة في الأجهزة الأمنية، وبخدمتهم هنا حاضرين إن شاء الله. اليوم عقد مؤتمر عشائري في مضيف عشيرة الجنابيين في منطقة مالحة واللطيفية، وكان تركيز في الحديث مع القادة الأمنيين بحضور سيد قائد شرطة المحافظة ومدراء الأجهزة الأمنية حول التأكيد على أمن المحافظة وأمن البلد، باعتبار العشائر ركيزة أساسية ضمن مكون الشعب العراقي، ولذلك أكدنا إلى المشايخ وأكد السيد قائد الشرطة على أهمية أن تكون أبناء العشائر داعمين للأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية والإدارية بالمحافظة كي تستطيع أن تقدم خدماتها وتحافظ على أمن المحافظة، وبالتالي يعم الأمن على مستوى بلدنا العراق.